السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة الماعد العالي للطيور. تحية طيبة لجميع الإخوان وخصوصا الناس ديال تطوان، ونعاود نكرروا الناس ديال تطوان، ألف تحية للناس ديال تطوان. خويا محمد، راه غير بحكم أن الإخوان يعني كانوا معايا على اتصال، هذاك الشيء علاش وجهت لهم التحية. ما نحن الحمد لله يعني معلومات راه كنوجهوها جميع الاخوان، ماشي غير في المغرب ولكن في جميع انحاء دول يعني الدول العربيه، بحكم ان القناه راه ما كاينينش غير الناس ديال المغرب، راه ربما حاليا يعني اغلب المشاهدات او واحد 30% ديال المشاهدات اللي كتجي من فرنسا، وثاني دوله اللي كتجي منها المشاهدات هي الجزائريين، معنا الاخوان من الجزائري. عاد فاش المغرب نتصنف في المرتبه الثالثه، يعني نحن راه هذه المعلومات راه كنعطيوها لجميع الموالع فين ما كانوا. هذا الفيديو اليوم غادي نديرو على قبل الاخ نوفل اللي عنده مشكل ديال ان الانثى ما كتبغيش توكل الوليدات، دونك راه مشكل كبير صراحه، وخصوصا الناس اللي كيكونوا خدامين. ولكن غادي نوريك بعض الطرق اللي كتقدر تساعد، ماشي اكيد 100% ولكن غادا تساعد وغادا تخلي هاد النسوه ان شاء الله تولي توكل. دونك كيف ما الشورى الحمد لله يعني النتيوات راه بداو كيبركو في العش، راه وريتكم هادي وهاد النتيوه اخرى حتى هي راه باركه في العش. دونك اول حاجه انا بني كنحط النتيوات بني قلت لك يعني يعني هنا الكلام كنوجهه للاخ نوفل، بني قلت لك انك خاصك تقرب من الطويرات، راه غير هاد لوفيت انك كتبدا نديرو في المثال كتحل الباب. انا ديما كندير هاد المساله، يعني كنحل الباب كنحاول نديرو في المثال، نهز العش نحاول نقلبو ونردو بشكل يومي، يعني صافي بحال الطويرات كيبداو يولفوا، يعني ما تبقاش بعيد منهم، بقى قريب من الطويرات ديالك. هذه المساله الاولى. المسألة الثانية بالنسبة للأنثى اللي ما كتبغيش يعني كتبقى حاضنة، هاد الأنثى اللي كتبقى حاضنة مرة مرة غادي تجي تخشي يدك تدخلها عند العش وتخليها تنوض، وبعد منها غالبا بني كتجي كتنوض أنت راه غادا تمشي تاكل، عارف فاش غترجع العش، وفي هذيك اللحظة بني كترجع عند العش إلا كانوا الوليدات يعني بصحة جيدة راه كيهزوا العنق ديالهم بزاف الفوق، هذا كيخلي النتوة هذيك الساعة كتبدا كتوكل، يعني كل ساعة ديرونجيها، كل ساعة ديرونجيها. هذه المسألة الأولى، يعني هذه طريقة من بين الطرق اللي كنعتمد عليهم بالنسبة للدريساج ديال الأنثى. كاينة المسألة الثانية وهو يعني راه في الأول راه ضروري خاصك توكل يعني الوليدات بالشكل يداوي. علاش؟ خصوصا إلا كانت ما كتوكلش والطير حتى هو ما كيوكلش، احسن حاجه هو انك الطير تحيديه من عندها، حيت كاينين بعض الاناث شنو كيوقع، الطير كيوكل النتوه، النتوه يعني ما كيبقى ما كيجيش الجوع، دائما كتكون شبعانه ما كتنوضش باش تقدر توكل الوليدات، صافي كيوكل الذكر كتبقى حاضنه. لا، في هذه الحاله اشنو غادي ندير؟ غنحيد الذكر ونخلي الانثى بحدها مع الصغار، ولكن الراقب ضروري المراقبه، وخصوصا هذيك 5 ايام 6 ايام الاولى ضروري خاص تكون واحد المراقبه دقيقه باش نتاكدوا فعلا ان الوليدات كياكلوا، والا ما كانش من الاحسن تعاونهم. علاش؟ لان الوليدات ملي كيكونوا صغار ما كتكونش عندهم واحد القدره كبيره باش يبرزطوا الام باش تقدر تنوض، ولكن ملي كيوصلوا للاسبوع الاول صافي الولد كيجي الجوع وكيكون يعني قوي كيبدا هو كينغص في الام ديالو، كاين يعني كتنوض بالزمنه هو كينوض تاكل، يعني بني كتوصل الاسبوع صافي هذيك الساعه ما بقاش عندك علاش تخاف على النتيوات. ودائما النتيوات راه بحال دابا هاد الانثى راه عندي كتخاف، دونك كنحاول نبرزطها، ما عنديش مشكل يعني تنوض بحال هكا. راه دابا شويه بدات كتوالم لوش، وهي غالبا راه بني غدا تبدا تبيض كتبدا كتوالف شويه، دونك دائما نبقى قريب من النتيوات بحال هكا، نقرب ليهم يوميا، نخشي يدي عند القفز، ما عندكش مناش تخاف. كاين اللي كيقول لك راه ان الانثى راه غادا يعني الا خشيت يدك تنفر البيض الى غير ذلك،
كاينين هاد الحالات ولكن حالات قليله، ولكن الانثى راه بحال نديرو في المثل في المرحله يعني هما نتو يعني حاليا يلا متزوجين يلا كيتواكلوا باقيين حتى العش يلا كيلعبوا به باقيين ما جمعوش، هنا نبدا نخشي يدي على صافي غدا تولف هذاك الديرونجمون ما عندكش مناش تخاف هذيك الساعه. دونك هادو يعني من بين الطرق اللي كنقدروا نعتمدوا عليها باش النتوى تولف، وهي غالبا النتوى راه غير كتفطم الوليدات الاولين بني كتمشي معاهم وتبدا توكلهم، يعني العش الثاني راه ما غاديش تلقى فيه هذا المشكل ان شاء الله. حاول تخدم معاه غير في العش الاول، راه اين فوا كتبدا كتوكل صافي من بعد راه كتولي الانثى كتبقى عاديه. غير هو انا علاش قلت لك بني كنخليو النتوى، انا دابا غالبا راه كما كتشوف هنا راه الذكوره دابا مع الاناث باذن الله النهار اللي غادي يبيضوا وضعوا البيض غنهز الذكوره كاملين غنحيدهم على الاناث، غنخلي الاناث بحدهم. علاش؟ من اول حاجه باش الانثى تولف القفص بحدها ويعني تولي تنوض هي تاكل الى غير ذلك، تبقى على البيض يعني ما تتعودش على الطير باش يوكلها. ثاني حاجه باش هاد الطيور بحكم ان فيهم يعني شي نغمات اللي غير محببه بالنسبه ليا هي بغيت ما خصش الوليدات يسمعوا. انا دابا هاد العام ان شاء الله شنو غادي ندير؟ يعني غادي ندير التفريخه الاولى الى سخر الله، هذاك الشيء اللي عطات الكره ما غاديينش يسمعوا. العش الثاني غنخليه تحت خاوي، علاش؟ باش نتاويه فطموا الوليدات على خاطرهم اللي غيبيضوا غنحيد لهم البيض، ونقدر نزيد العش الثاني على حساب العش الاول شحال جاني حيت ما باغيش نفرخ بزاف. الا جا العدد قليل غادي نزيد العش الثاني، ما جا العدد الاول كافي راه الله يجعل البركه. دونك هادو يعني كنتمنى ان لا فيديو ديالي يكون واضح ونكون يعني قربت لك الفكره. نتوى اللي ما باغاش توكل الاولاد ضروري في الاول غادي تعاون، ضروري غتعاون على الاقل نديرو في المثال في الصباح وحيد على الذكر، ما تخليهش لها الذكر، خليها باش هي تبدا تنوض وتراقب عاوتاني في الليل. انا الاغلبيه بني كنجي في الليل ضروري كنطعم الوليدات واحد جوج مرات على حساب الانثى، يعني باش تادوك الوليدات نيت كيجيو يعني بحجم جميل وكيجيو بصحه جيده. غالبا بالنسبه للاطعام اليدوي راه كنستعمل الافانتين، راه ممتازه ماشي ممتازه يعني بالنسبه ليا كتبان لي احسن، رغم ذلك استعملت بزاف. وبالنسبه للناس اللي كيديروا المقني ولا الميستو من احسن غير الاديزناف، اديزناف كافيه لان الافانتين بالنسبه للكنار مزيانه، ولكن الميستو والمقني ما كنصحش بها حن شويه قاصحه. دونك كنتمنى خويا نوفل الفيديو ينال الاعجاب ديالك، والسلام عليكم ورحمه الله.